حول مزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من صيدا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات السيد حسان القطب. سيد قطب، أهلا بكم إلى استوديو الرافدين. الطاقة الذرية الإيرانية أعلنت زيادة سرعة تخصيب اليورانيوم اعتبارا من يوم غد، كيف تقرأ هذا القرار في ظل التصعيد الأمريكي الإيراني؟ إيران تحاول الضغط على الولايات المتحدة وعلى أوروبا لوقف حملة العقوبات التي تتعرض لها والتي تتزايد باستمرار مع زيادة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على القيادة الإيرانية وعلى المؤسسات الإيرانية. إيران تشعر بمزيد من الضغط على اقتصادها وعلى وضعها السياسي وعلى علاقاتها مع أدواتها في المنطقة، مما يدفعها لرفع الصوت والتصعيد لوجه الولايات المتحدة وحتى لوجه أوروبا. ولكن القرار الإيراني يجعل من علاقات إيران مع أوروبا خاصة وأن أوروبا كانت تضغط على الولايات المتحدة لوقف عقوباتها مقابل أن تستمر إيران بالتزاماتها بموجب اتفاق نووي. لكن خروج إيران من الاتفاق النووي يجعلها وحيدة ويجعلها في مواجهة ليس الولايات المتحدة فقط بل في مواجهة أوروبا والصين وروسيا، الدولتين اللتين حذرتها من الخروج من الاتفاق النووي واعتقدتها ببنوده. نعم، إلى أي مدى يمكن ربط الأنباء التي تتحدث عن نقل الحرس الثوري معدات وطائرات إلى معسكرات في ديالى في العراق لإخفائها، ربما بعيدا عن أمريكا ونية إيران زيادة سرعة تخصيب اليورانيوم؟ محاولات إيران لإخفاء أسلحتها أو لإبعادها عن مرمى السلاح الأمريكي، هذا يعني أنها تدرك أنها ليست تستطيع مواجهة الترسانة الأمريكية المسلحة والتي تتفوق بكثير على إمكانيات إيران. وإضافة إلى ذلك فإن نقل بعض الأسلحة إلى العراق قد يكون بهدف أن تكون أكثر قربة من الأهداف الأمريكية في العراق وفي سوريا، حيث تستطيع أن تستخدمها ضد المواقع الأمريكية والمصالح الأمريكية. ولكن في كلتا الحالتين فإن مجرد توزيع الأسلحة الإيرانية بين العراق وبين إيران نفسها، حتى يقال أن بعض الأسلحة قد يكون وصل إلى سوريا، هذا يعني أن إيران تستعد للحرب وأنها تدرك أنها لا تستطيع أن تحارب على الساحل الإيراني لوحدها، وأنها تحاول توسيع دائرة الصراع في المنطقة. وهذا ما أكده حسن نصر الله أيضا عندما قال أن المنطقة بأسرها سوف تستعد في حال تم شن الحرب على إيران. فلذلك الساحة العراقية ستكون الساحة المناسبة لتوسيع دائرة الحرب، والسلاح الإيراني هناك يكون في خدمة الميليشيات المؤيدة لها من الحشد الشعبي، وهذا قد يجعل العراق ساحق الصراع ويتعرض لمزيد من الصراعات الدينيه وايضا الامنيه بين الولايات المتحده وايران. بولتون يقول بانه لا مؤشر على ان ايران اوقفت مساعيها للحصول على السلاح النووي. هذه القناعه كيف يعني ستتجرم على الارض بخطوات برايك من قبل امريكا؟ دائما مع وجود صواريخ باليستيه وتطوير منظومه الصواريخ، هذا يعني ان هناك من يسعى لتطوير الترسانه النوويه، لان الصواريخ الباليستيه بدون ان يكون هناك سلاح لا قيمه لها. لذلك لا يثق احد بايران وبمقولاتها بانها لا تريد او لا ترغب بتطوير اسلحتها النوويه، لان تطوير السلاح الباليستي هذا يعني ان هناك رغبه ونيه لتزويد هذه الصواريخ باسلحه نوويه. لذلك الولايات المتحده هي جاده فعلا في منع ايران من امتلاك السلاح النووي رغم انها تمتلك اسلحه صاروخيه بعيده المدى. ولذلك ترامب ربط نقاط ثلاثة للتفاوض مع إيران، وهي وقف البرنامج النووي، وقف تطوير الصواريخ الباليستية، إضافة إلى وقف دعمها للأدوات الإرهابية من الحوثيين والحشد الشعبي وحزب الله في المنطقة العربية. نعم، هل تعتقد أن تحريك الهند لقطاع بحرية في الخليج هو أحد الردود الأمريكية على تهديدات إيران للخليج؟ الهند تتحرك منفردة وليس ضمن سقف السياسات الأمريكية، ولكن مجرد تحرك الهند هذا يعني أن الهند وغير الهند أيضا حريصة على أن تصدر ممرات النفط، ذلك باعتبار أن الهند من أهم مستوردي النفط من الدول الخليج العربي وحتى من إيران نفسها، والحرس الهندي يمثله حرس صيني وحرس ياباني، وهذا ما تطالب به الولايات المتحدة بأن يشاركها حماية الممرات المائية. كافة الدول التي لها مصلحة أن تستمر في استيراد النفط
سائر المشتقات النفطية من دول الخليج العربي من دول الإمارات والعراق والسعودية. السيد حسن القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.